السلام عليكم متابعي عشاق الخياطه والتصليل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحه جيده ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقه تفصيل وخياطه هذا الموديل الكيوت اللي كتشوفوه في الصوره، غير بنصف متر القماش بالنسبه للبنيتات اللي العمر ديالهم سنه، فما فوق سنه تحتاجوا لهم متر. هنا كيشتون عندي هذا الثوب، هذا كان عندي يعني قديم، يعني في قطع ديال الثوب هنايا غادي نطويه، غنحيد داك الثوب المراجل يعني اللي ناقص شي شويه في العبر، غادي نحيدو. ومن بعد غادي نتني الثوب على اثنان، وغادي نعاود نتنيه على اربعه. كيشتو هنايا حيدت داك الثوب اللي عوج في التقطيعه ديالو، هنا تنيتو على اربعه وخديت الطول ديال الشورت اللي غادي ندير. هنا درت في الطول ديال الشورت 26 سنتيم، غيكون الطول ديالو 24، ولكن بالخياطه 2 سنتيم غيكون 26. هنا في العرض درت 20 سنتيم في الدوره ديال هاد القياس ديال سنه. في الدوره ديال الحزام درت 20 سنتيم وهبطت ب 18 سنتيم ديال القعده، ودخلت ب 3 سنتيم وطلعت ب 3 سنتيم. هنا ما غنديرش اختلاف بين القعده ديال الخلف وديال الامام، لان غير بنيته صغيره يعني، واصلا الشورت غادي يجي شي شويه واسع، يعني ما غاديش نحتاج اصلا غيكون لاصق مع القطعه الفوقانيه، يعني ما غاديش نحتاج انني ندير فرق ما بين القاعده ديال الخلف وديال الامام. البنيات اللي كبار شويه فضروري ديروا لهم الفرق ما بين القاعده ديال الخلف. القاعده الخلف كتكون 5 سنتيم، كنطلعوا ب 5 وندخلوا ب 5، وديال الامام كندخلوا ب 3 ونطلعوا ب 3. هنا كيشتو ما درتش خياطه في الجوانب، غير يجي مسدود صافي. هنا كنقاد داك القاعده، كنقاد التقطيعه ديال الثوب مزيان صافي. كيشتو كيعطيني الشورت هو هذا. بالنسبه اللي غادي تاخذ القياس على بنتها، كتاخذ الدوره ديال الحزام كامله وتقسم على أربعة وتزيد عليها واحد 5 سنتيم ديال الخيط المطاطي. هنا كيشتو خديت القطعه وتنيتها على اثنان، غادي نحط نفس القياس ديال الحزام، هذا غير ربع، وغادي نحط الطول ديال الحزام من الفوق الصدر، يعني من المنتصف ديال التركيز حتى الحزام صافي. وغادي ندير قطعه يعني على قد الدوره ديال الحزام، وغادي ندخل ب 4 سنتيم ونهبط ب 5 سنتيم ونرسم داك التقريره ديال التركيز صافي. كنقطع عادي نفس الطريقه كندير القطعه ديال الظهر، يعني نفصلت كل قطعه بوحديتها. دابا غادي نفصلوا داك القطعه اللي غتجي مركبه فيها الدونتيل اللي كتجي على شكل اوف شولدر. انا خدت ثوب نتني على اثنان ونعاود نتنيه على اربعه بهذا الشكل هذا، وكنحطو كنحط القياس ديال داك القطعه اللي غتجي في الصدر، يعني القياس ديال الصدر، وناخذ القياس ديال الدوره ديال الكم ونزيد عليه واحد 6 سنتيم ديال داك الوسعيه ديال الخيط المطاطي، يعني تقريبا واحد 40 سنتيم درت في الدورة. ما عقلتش البنات بشحال درت بالضبط، ولكن كي قلت لكم داك القياس ديال الصدر زائد الدورة الأكمام كتزيدوا عليه واحد 6 سنتيم أو 8 سنتيم ديال داك الخيط المطاطي باش يعطينا داك الكشكش. هذا اصلا هذا الطرس ديال الاوف شولدر سبق لي ودرته صافي. كنفرق داك القطعه على اثنان. هنا الطول ديال القطعه درت فيها غير 6 سنتيم، لان عندي الدونتيل طويل، ولكن غلطت البنات، كان خصني ندير فيها 8 سنتيم. انا ما قلتش غادي تجيني. كتشوفوا البنات من بعد ما دوزت للسورجي، دابا غادي نخيطوه. كتشوفوا هذا هو الشورت، غادي نخيطوا الخلف مع الخلف والامام مع الامام بهذا الشكل هذا، كتحطوهم بحال هكا. اذا كان عندكم جوانب مفتوحه حتى هي كتلاقيوها هي الاولى، وكتخيطوا هاد الدوره ديال القاعده ديال الخلف وديال كذلك ديال الامام. من بعد كترجعوا ملي كتكونوا لقيتوهم، المهم غادي نلاقيهم ونرجع معكم. وهنا الفوق القطعه الفوقانيه ها هي، كي تشوفوها هي داك الدوره ديال التركيز، كتخيطوها غير من هنا لهنا، وكذلك هاد الجهه هذه حتى هي غير من هنا لهنايا. وهاد القطعه ديال اوف شولدر هادي ها هي درتها انا صغيره لانني غندير فيها الدونتيل، كتاخذوها وكتجمعوها من الجوانب وكتركبوا عليها الدونتيل من التحت بحال هكا، وكتخليو غير الفوق فين غادي نركبوها مع هاد القطعه هادي. هانتوما البنات كي كتشوفوا، من بعد ما خيطت هذا الشورت من الجوانب من هنا هاد الدوره ديال القاعده من هنا ومن هنايا صافي. دابا غادي تجيو وغادي تركبوا هنا القاعده ديال الخلف مع القاعده ديال الامام، وغادي تخيطوا هنايا الطول ديال الشورت من هنا
بحال هكا غتجيو تبداو دائما من الوسط باش يجيو مقادين، ما يكونش شي تفاوت. بديتو من هنا يقدر يجيكم واحد التفاوت، ما يجيش هذا الخط مع هذا الخط، هذا خص تجي الخياطه مفينيا. تبداوهم من الوسط، تخيطوا النصف الاول ومن بعد ترجعوا تخيطوا النصف الثاني. صافي هنا كي شفتوها انا خيطتها، هذه ما خيطناش الدوره التركيز، جينا من هنا لتحت خيطناهم. وهذه ها هي قطعه جمعناها من الجوانب القطع بجوج وركبنا عليهم الدونتيل. كي غنديروا نخيطوها هنايا، غادي ناخذوا هذه القطعه هذه وكنحددوا المنتصف ديالها بحال هكا، وهذه كذلك تنتنيوها هكا على اثنان وكنحددوا المنتصف ديالها بحال هكا. كديروا بالمقص غير واحد الكرانه بحال هكا صافي. وكتجيبوا كتخيطوا مثلا دا هو المنتصف، كتخيطوا الامام مع الامام والخلف مع الخلف، كتخيطوا غير من هنايا. الدوره ديال الكم كتبقى عاديه. ملي كتخيطوا كتنزلوا واحد السنتيم اولا جوج سنتيم على حسب الخيط المطاطي. ملي كتخيطوها كترجعوا كتنيو داك جوج سنتيم بحال هكا وتخيطوها من هنا على الحرف باش يبقى لكم فين تدخلوا الخيط المطاطي. كتخيطوا الدوره كامله وكتدوروا حتى على هذه الجهه ديالكم بحال هكا صافي. منين غادي نجمعوا الشورت من هنايا، غادي نجيو وغادي نركبوه هنا، غادي نركبوه بحال هكا ونرجعوا نخيطوا عليه الخيط المطاطي من الداخل. هانتوما البنات كي كتشوفوا بعد ما جمعت الشورت من هنا ودرت له العطفه ديالو 2 سنتيم كنتنيوها للداخل. هنايا انا ركبت هذه القطعه هذه، نزلت من هنا واحد كي قلت لكم واحد 3 سنتيم كتنزلوا باش منين كترجعوا تنيو لهنايا كتنيو بحال هكا، كيبقى لكم داك 2 سنتيم ديال منين تدخلوا كتنيو 2 سنتيم وكتهبطوها بحال هكا وكتعاودوا ليها الخياطه باش كيبقى لكم غير هاد منين دوزوا الخيط المطاطي يبقى لكم هاد الدونتيل. انا ما درتش القياس ديال العرض بزاف لان درت فيها الدونتيل هابط. نتوما اللي كنتوما غديروا الدونتيل رقيق فغادي ديروا 10 سنتيم طول هاد القطعه هذه. المهم دابا كي شفتوها نتوما غادي نعاود نتنيها للداخل بحال هكا ونخيط على الحرف ونخلي غير البلاصه ديال الخيط المطاطي منين يدوز. هنا بغيت نوريكم في الحزام شنو درت، طريقه زوينه الا بغيتو ما تركبوش الخيط المطاطي ما تخيطوش على الحزام. كديروا بحال هكا، كتشدوا هذا وهذا وكتلاقيوهم وكتنزلوا كي قلت لكم 2 سنتيم. ملي كتنزلوا 2 سنتيم وكتخيطوا الدوره كامله، فاش كتساليو كترجعوا وكتنيو هاد 2 سنتيم وكتخيطوها من هنايا باش كتبقى لكم داك 2 سنتيم باش تدخلوا فيها الخيط المطاطي. دابا غادي نعاود انا نتنيها بحال هكا الفوق، ما غاديش نتنيها لتحت، غادي نتنيها الفوق للحزام اولا تنيوها لتحت، يعني كيبقى لكم الاختيار الا شفتوا يعني الشورت طويل تنيوها لتحت باش ما يجيش باش ما يجيش طويل. كانت يعني القاعده صغيره هي هذيك، تنيوها الفوق باش ما تنقصوش من الطول ديال القاعده. كتنيوها بحال هكا وكتخيطوا هاد الحرف هذا على الحرف الدوره كامله صافي. ومن بعد غادي ندخل فيهم الخيط المطاطي وغادي نشوفوا الشكل النهائي. هانتوما البنات هي الطريقه اللي وريتكم كيفاش كتجي. كي قلت لكم من بعد داك كيفاش كنخيطوا داك نهبطوا 2 سنتيم وكنخيطوها ومن بعد كنتنيوها وكنعاودوا نخيطوا على الحرف. هاد البلاصه هادي كتبقى لينا كندخلوا فيها الخيط المطاطي. شوفوا كي تجي من برا، هذه ممكن ديروها حتى في الفساتين، يعني حسن من انكم تخيطوا الخيط المطاطي على الثوب، يعني بالنسبه لي كيعذبوا. هذه طريقه زوينه ديروها حتى في الفساتين والحجابات كيجي بحال هكا صافي. دابا غندخلوا الخيط المطاطي، غادي ناخذوا الدوره ديال الحزام النصف ديالها ها هي هي اللي كنديروا، كنزيدوا عليها غير واحد 2 سنتيم ديال الخياطه باش غنخيطوا الخيط المطاطي. هي اللي كنديروها في الدوره كامله، ديما خذوا الدوره ديال الحزام ديالكم مقسومه على اثنان هو اللي غديروا في الخيط المطاطي. دابا غادي نركبها نديرها في الفنيته، وهنا رفعت خليت من الداخل واحد الفتحه ها هي ملي غندخل صافي وغادي نركب فيها الخيط المطاطي. كذلك بالنسبه لهاد الاوف شولدر، هذا المنتصف ديال الدوره ديال الاوف شولدر غنديروا النصف ديالو غنديروا خيط مطاطي، وها هو خليت فيه حتى هو الفتحه. غادي نركبو ونحاول نطلقها شويه بالبلاك لان ما عنديش الحديده، ونرجع نشوفوا الشكل النهائي. وكي كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الجامب سوت، هذا على شكل شورت كيجي بحال هكا. هنا نسيت ما قلت لكمش غادي تخيطوا هاد النصف الدوره ديال التركيز قبل ما تركبوا على هاد القطعه 2 سنتيم للداخل وتخيطوها صافي. كيجي الشكل ديالو بحال هكا من بعد ما ركبنا له الخيط المطاطي. وكي شفتوا هنايا كيجي بحال هكا. هنا هاد القطعه كي قلت لكم الا كنتو ما غديروش دونتيل كبير بحال هذا، ديروا القطعه الطول ديال 10 سنتيم باش تجي باينه. اذا كنتو ديروها عاديه وديروا لا دونتيل خفيف، انا حيت عندي هنا دونتيل كبير داكشي باش درتها قصيره، الا درتها طويله غتجي طويله بزاف كتجي بحال هكا.
ممكن ديروها تنوره، ممكن ديروه سروال، كيبقى لكم نتوما الاختيار. كنتمنى الموديل ديال اليوم يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش انكم تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيته. كنبغيكم بزاف بزاف، في امان الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.